السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أدهم من قناة أدهم كل حياتي. أقول لكم روتيني في المطبخ بعد الغداء وخلاص. لازم ما خليش ولا طبق في الحوض. هي دي مواعين بتاعة الغداء. احط بقى بريل وهشغل الغسالة معايا بالمرة. اهي شغل الغسالة معايا بالمرة. اهي نغسل بقى المواعين. أول حاجة أغسل الكوبايات وأغسل المواعين وأرجع لكم. بعد ما اخلص المواعين اهو يعني الواحد ما بيحبش يخلي حاجه في الحوض، بحبه دايما يكون نظيف. حلة اهي دلوقتي هنغسل الحوض. اعجبكم الفيديو دوسوا لايك وشير واشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.